زي ما احنا شايفين مع بعض دي ترنشات شجرة زيتون، كان جزء شجرة زيتون واتقطع زي ما حضراتكم شايفين للقطع اللي بالشكل ده. يعني المهم يعني هنبدأ بقى ان شاء الله مع بعض نشتغل شغل ايبوكسي ان شاء الله شغل بجد، وهنجيب ايبوكسي خاص بالكاستنج هنشتغل بيه. هنشتغل طبعا على القطع الخشبية دي زي ما قلنا خشب زيتون شجرة زيتون، فهنعمل عليها الشغل بإذن الله. هنختار طبعا انضف اشكال، يعني احنا معنا كمية كبيرة هننقي منها بقى عدد معين بحيث نعمل بيه شغل ان شاء الله يطلع بشكل فني وان شاء الله يطلع بشكل جميل بإذن الله تعالى. اول حاجة هنعملها ان احنا هنشيل اللحاق، لان ده ما ينفعش نصب عليه لانه ممكن ينفصل ويبقى شكله مش كويس. فاول حاجة بنشيل اللحاق بتاع شجرة الزيتون دي، وبعد كده بقى هنبتدي بقى ننظفه وننظف من جوه ومن بره. نبتدي مع بعض الشغل ان شاء الله ونشوف مع بعض ان شاء الله الفيديو، واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، وما تنسوش لايك وشير لو الفيديو ان شاء الله عجبكم. اول حاجة هنعملها ان احنا هنجهز الخشب بتاعنا علشان نصب عليه طبقات الايبوكسي. وطبعا زي ما قلنا اول حاجة هنشيل اللحاق او الطبقة الخارجية للخشب لقطع الخشبية بتاعتنا اللي هي من شجر الزيتون. طبعا بعد ما اخترنا القطع الخشبية اللي هنشتغل بيها بعد كده هننظف بالفرشة السلك زي ما احنا شايفين كده كل القطع الخشبية بتاعتنا، سواء بالفرشة السلك اللي هنركبها على الشنيور او بالفرشة السلك اليدوي. وبعد كده بقى هندخل على أصعب مرحلة بالنسبة ليا، وهي مرحلة متعبة جدا جدا، وهي مرحلة الصنفرة. وطبعا لأن خشب الزيتون خشب صلب وناشف جدا، الصنفرة هتكون بالصاروخ. وزي ما احنا شايفين ده شكل الورشة بعد ما خلصت صنفرة بالصاروخ، يعني تقريبا عايزة يوم مخصوص علشان انظفها وارجعها زي ما كانت. بعد كده هنجيب قطع خشب الزيتون بتاعنا ونظبط الشكل اللي هنعمله، وهو زي ما احنا شايفين كده هيكون على شكل دائري. وهنحاول بقى مع بعض نعمل تباديل وتوافيق ونوزع الخشب بشكل عشوائي، وزي ما احنا شايفين بنغير اماكن القطع الخشبية لغاية ما نوصل لافضل شكل ممكن نوصل له. يعني مثلا دلوقتي لقيت الشكل القطر بتاعه كبير جدا، فشلت قطعة علشان اقلل القطر شوية، وهنفضل بقى نبدل القطع الخشبية بتاعتنا، نجيب دي مكان دي ودي مكان دي لغاية ما نوصل لأفضل شكل إن شاء الله ممكن نوصل له. وده بالنسبة لي يعني أفضل شكل وصلت له بالنسبة لي أنا شخصيا. وبعد كده لزقت لزق وبعد كده حطيت عليها أرقام بحيث إن الشكل ده أحفظه وما يحصلش لخبطة بعد كده، وأنفذه بنفس الترتيب ده زي ما عملته قدام حضراتكم بالظبط. وبعد كده بقى هنعمل قاعدة دائرية من خشب الـ MDF بنفس قطر الشكل اللي احنا حددناه مع بعض اللي احنا عايزين نعمله، لأن القاعدة دي هي اللي هنصب عليها شغلنا بإذن الله.
طبعا بعمل الدايرة بالراوتر على مرتين، يعني بحفر مثلا بالراوتر على عمق مثلا 8 ميلي، وبعد كده بعد ما بقطع القطعة الأولانية أو بعد ما بحفر الحفر الأولاني بنزل البنطة شوية وأقطع قطعة كمان أو أحفر حفر كمان، وممكن على مرتين أو ثلاثة على حسب بقى طبعا الراوتر والبنطة اللي عندي. لغاية ما بوصل للشكل الدائري اللي حضراتكم شايفينه ده. وده الشكل الدائري بعد ما فصلناه، وعلشان نتأكد ان كل حاجة مظبوطة هنرص القطع الخشبية بتاعتنا على الدائرة اللي قطعناها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنلزق شريط لزق على الدايرة اللي عملناها من خشب الام دي اف زي ما احنا شايفين كده، علشان لما نصب الايبوكسي عليها ما يلزقش على القاعدة. وبعد كده هنلف على حرف القاعدة شريط مقوى، وهنكون لازقين عليه برضك لزق زي ما لزقنا على القاعدة الـ MDF بالظبط. وعلشان نتأكد ان مفيش حاجة ممكن تسيل من الحروف زي ما حصل في الفيديو اللي ظاهر اعلى الشاشة دلوقتي، وطبعا اللي شاف الفيديو عارف ايه اللي حصل بالظبط. وبعد كده هنيجي على الزاوية اللي على الحرف وهنقفل بسيليكون علشان نمنع اي تسريب ممكن يحصل للإيبوكسي. وطبعا هنشيل الزيادة علشان الشغل بعد كده يكون تظبيطه بالنسبة لنا سهل والصنفرة تكون أسهل بالنسبة لنا. وبعد كده هنعزل القاعدة بتاعتنا اللي احنا لزقنا عليها شريط لزق بشمع أو أي مادة عازلة، المهم يعني أي مادة تمنع تماسك الإيبوكسي على السطح بتاعنا. وطبعا ده بيسهل علينا فصل الشغل بعد تمام الجفاف. وطبعا كمان هنعزل الشريط اللي على الحرف. وهسيبكم بقى مع صب الايبوكسي نشوف الخطوات مع بعض، والصورة شرح نفسها مش محتاجة توضيح. Thank you.
دلوقتي احنا خلصنا الشغل بتاعنا وصبينا يا اخي صبه، هنقول بسرعه كده مراجعه على الشغل اللي عملناه. في الاول حطينا القاعده او القاع بتاع الشغل بتاعنا ده، وبعد ما نشفت حطينا طبقه شفافه بسيطه ولزقنا عليها قطع الخشب بتاعتنا، خشب الزيتون ده. وبعد ما لزقنا الخشب بتاعنا طبعا ملينا الاول من جوه علشان ما تحصلش مشاكل، يعني مليناه بالفرشه من الداخل. بعد كده صبينا صبه كمان لغايه ما وصلنا لنص سماكه الخشب بتاعنا، طبعا بين كل صبه وصبه بتكون يوم تقريبا. وبعد كده صبينا صبه بقى النهائيه اللي هي بتغطي الخشب بتاعنا ده، وصلنا للمرحله دي. احنا كده خلصنا الشغل الاساسي بتاعنا في صب الايبوكسي، ويتبقى بقى الفينش، الصنفره على كذا مرحله، وبعد كده البوليش والكومباوند، وبعد كده ان شاء الله تركيب بقى الرجل او الرجول اللي هنركبها، هنختارها نشوف شكلها ايه مع بعض، بحيث تبقى ترابيزه صغيره كده ان شاء الله شيك وكويسه باذن الله تعالى. ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هنكمل مع بعض ان شاء الله باقي الخطوات، لكن طبعا الخطوات الاساسيه طبعا هي اللي شفناها مع بعض. ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي بقى باذن الله تعالى هنشوف باقي الخطوات باذن الله تعالى. واتمنى لو الفيديو عجب حضراتكم ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب وشير، وشكرا لحضراتكم.